صباح الفل والسعادة على كل مشاهدين حدوتة وطن، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة وطن. صباح الفل على كل مرأة جميلة وسيدة عظيمة وكل مواطن مصري شقيان وتعبان وحاسس بالمسؤولية ومش بيظلم بحد وبيكبر بخواطر الناس. ليه ابتديت بالسيدة العظيمة؟ هو النهاردة اليوم العالمي للمرأة؟ لا طبعا، بس حلقتنا النهاردة يمكن فتحنا موضوع مهم جدا عن السوشيال ميديا، عن سيدة القطار. سيدة القطار بفتخر بيها جدا لأنها بالنسبة لي حالة خاصة، بنت مدينة المحلة، لأني أنا بنت مدينة المحلة. وتحية لكل سيدات الغربية والمحلة بجد بدورها العظيم اللي عملته. هتقولوا انتوا بتأفوروا قوي، انتوا كل الناس بتكرمها وكل الناس بتتكلم عنها. هو مش موضوع تكريم، مش موضوع ان احنا بنأفور، ولكن احنا بنحب الايجابيات. بقالنا كتير جدا ما شفناش على السوشيال ميديا الايجابيات. فرحانين ان في ترند بقى على الفريسكا وسيارة القطار والجندي. موقفها موقف جدعانة، يعني الموقف ده هيخلي كل كمساري ياخد باله كويس قوي ان هو ما يهنش اي مواطن، هيفكر قبل ما يكلم اي كلمة. تحية ليها من خلال برنامجنا. الست المصرية طول عمرها عظيمة وحنينة جدا. هحكي لكم موقف صغير قوي. كان في عروسة وعريس اتفقوا ان هم اول يوم في جوازهم محدش يضايقهم خالص ومحدش يزعجهم خالص ويقضوا لوحدهم. فاتفقوا خلاص لو ما جه الاهالي مش هيستقبلوا حد في اول يوم. بالفعل الاهل العريس خبطوا مفتحوش. قال لها العريس للعروسة، قال لها شوفي احنا على عهدنا اهو، انا مش هفتح الباب. قالت له تمام. جه اهل العروسه بيخبطوا الباب، لقاها بتعيط. قال لها بتعيطي ليه؟ بتقول له مش هين عليا اسيب بابا بيخبط على الباب ومفتحلوش. طبعا هو مرضاش يعكنن عليها، ده اول يوم جواز. وعدى الامور وتعدي السنين ويخلفوا 4 اولاد، 3 صبيان والبنت الاخيره. البنت الاخيره فرح بيها جدا وعمل اضحيه كبيره وبدا يعمل خير كتير قوي اول ما اتولدت. فالناس يسالوه انت بتعمل لها خير كتير كده ليه؟ قال لهم حاجه واحده، قال لها لانها هي اللي في يوم هتفتح لي الباب. قد ايه دايما الست عظيمه في كل مواقفها وجميله في كل مواقفها. فمش غريب جدا على سيده القطار السيده العظيمه صفيه ابو العزم، والعسكري الشهم الجدع عبد الله مسعد عنتر ابن مدينة المحلة برضو. يا رب دايما نكون مع بعض كويسين، ما نجيش على بعض ولا نصدم اي حد ابدا. طيب قبل ما نبدا بقى موضوع حلقتنا النهارده، موضوعنا مهم جدا، تاثير السوشيال ميديا في حياتنا الاجتماعيه. بس قبل ما نطلع لباقي حلقتنا، معانا تقرير مهم جدا من حدوتة وطن عن معلم جليل بيتكلم عن التربية والأخلاق. هو يبلغ من عمر 86 سنة. هذا الرجل كل يوم الصبح لازم يقرأ الجرايد، وعنده مكتبة فيها يعني أقول لكم إيه من الكتب، قيمة يعني كتب كتير جدا في جميع المجالات. تخيلوا 86 سنة ولسه بالعبقرية دي. أنا عايزاكم تسمعوا، بص في دقيقتين بس هتستفيد من الراجل ده والفرق ما بين التعليم زمان والتعليم دلوقتي، ومعاملة الطالب للمدرس ومعاملة المدرس للطالب. تعالوا نشوفوا الأستاذ يوسف كرانشو، تعالوا نشوفه ونرجع نكمل حلقة. خليكم معانا. العلم والأدب أفضل وسائل الحياة. والأستاذ المعلم الفاضل يوسف كرانشو علم أجيال كتير ولسه بيتعلم وبيقرأ برغم كبر سنه لقراءة الجرايد. أنا إلى الآن بجيب جرايد وأجيب كتب، وأدعو الجميع القراءة، كلهم في عمل. القراءة هي الوسيلة الوحيدة للنجاح في العمل. القراءة سبب نجاحي في عمل. خدت ناظر ومدرس أول وبعدين ناظر وبعدين موجه وبعدين رئيس قطاع، وطلعت رئيس قطاع. وكانت هوايتي القراية. القراية والقراءة هي دي هوايتي. فكنت أمشي والقلم في جيبي
والقلم في ايدي والكتاب في ايدي التانية، وكنا بنتفانى في القراية والتسابق في القراية، وكنا بنجيب الجرايد كل يوم. ولغاية أنا سني 86 سنة، لأن من مواليد 12/9/34، ف12/9 اللي جاي هيبقى 86 سنة بالكامل. ولغاية دلوقتي بطلع أجيب الجرايد كل يوم الصبح. الطالب كان يشوفنا جاي يقابلنا يلف من شارع تاني، وكان الطلبة بتحترم المدرسين، وكان احترام بين المدرس والطالب. دلوقتي الطالب بيعزم بالسيجارة على المدرس، والمدرس بيعزم عليه بالسيجارة، وكنا بنحترم أبهاتنا، والقيم والأخلاق كانت متوفرة. دلوقتي ما عادش زي الأول، وكنا بنصبح الامتحان والفصل مليان 60 تلميذ و70 تلميذ، فكان يعني العمل فيه إخلاص وفيه تفاني. ندعو للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق والنجاح في عمله، لأنه أنقذ مصر من الخطورة اللي كانت بتحاط بيها، وإلى الآن بيدافع ويعمل مشروعات كويسة جدا، وربنا يوفقه. ورجعنا لكم تاني، ولسه بنكمل معاكم حلقتنا، وموضوعنا المفتوح النهارده السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا الاجتماعيه. معانا النهارده ضيف حلقتنا، ويعني بجد بكنه كل الاحترام والتقدير ليه، لانه كان معايا اول حلقه لما ابتديت برنامجي خالص لو حضرتكم تفتكروا دينا والناس، وكان مشرفني وكان بجد وش حلو عليا. معايا المستشار عادل القاضي، مدير اداره الاكاديميه المصريه للعلوم والتكنولوجيا والتنميه البشريه، ومن امانه التنظيم بمركز المحله مستقبل الوطن. اهلا بيك يا ست المستشار، اهلا بحضرتك، نورني. الله يبارك فيك. الله يخليك. عمري ما انسى ابدا لما بدات اول حلقه خالص، حضرتك كنت معايا منورني، وفتحنا موضوعات اجتماعيه كتير جدا، وكانت حلقه مهمه جدا بالنسبه لي. الله يكرمك. طيب النهارده بقى موضوعنا عن تاثير السوشيال ميديا، وحضرتك طبعا سمعت عن الترند اللي مكسر الدنيا كل يوم، تكريم 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 طبعا للسيده صفيه ابو العزم بنت المحله، المحله الكبرى. طبعا تحب تقول لها ايه بقى النهارده؟ اقول لها والله هي اصيله وبنت بلد، وهي دي الشهامه المطلوبه من اي ست مصريه عظيمه، يعني لان هي دي الاصول المصريه الطيبه اللي المفروض الناس كلها تمشي عليها. المفروض ما كانش مفروض يعني ما تعملش اكتر من كده، لان هو ده الصح بتاعها. اي واحده مكانها محترمه تكون نفس الطريقه. يعني اي هو ده الصح. هي عبرت عن اللي جواها، هو كل اللي كان المفروض الرجاله هم اللي يقوموا بالموضوع ده، الراجل هو اللي كان يقوم بالموضوع ده، انما دي ست اصيله وليها حظ الحمد لله، ربنا كرمها كتير جدا. كلنا بنتمنى كنا نبقى مكانها اصلا وناخد الترند. ان شاء الله ان شاء الله. انا شفت في السوشيال ميديا مطالب كتير جدا ليها على السوشيال من اهالي الغربيه، بيقولوا لها نتمنى اطلبي ان رئيس الجمهوريه يجي ويشوف المحله، لان هو كان نوه في مؤتمر اخير ان الغزل والنسيج لازم يرجع تاني بعودته وقوته، لان اللي ما يعرفش ان المحله الكبرى اكبر مدينه الشرق الاوسط كله في الغزل والنسيج. يعني تلاقي القطن 100 100، يعني 100%. كان كل المحافظات وكل المدن يجي يشتروا الملايات والهدوم والقمصان من الغزل والنسيج، لانها كلها مصانع، ده اللي ما يعرفوش عن مدينه المحل. ف يعني حضرتك برضو لو كنت شفت سيده كنت تقول لها ايه؟ انا من هنا من هذا المنبر ده انا يعني بتمنى من الرئيس السيسي يزور المحله، لان طبعا يعني ينظر لها نظره كده، يجي يزورنا ويشوف الوضع بتاعنا وحاجه زي كده، يعني ده اللي انا عايز اقوله. ان شاء الله هيتم يعني اكبر مصنع غزل ونسيج تاني في المحله. الرئيس فتحي السيسي ما شاء الله شغال على خط مستقيم، ومفيش احسن من كده بصراحه، فانا اتمنى ان هو يجي يزور مدينه المحله الكبرى. بالنسبه بقى حضرتك كنت قايل لي في ملف عندكم مهم جدا، المشاكل الفلاحين. الفلاحين بالنسبه يعني مثلا عايزين الرز
الرز ده عايزينه يتسعر لحد الان ملوش سعر. القطن نفس القصه. طيب الفلاح هيعمل ايه؟ عشان كده بقى في تأسيس في الغزل والرسيك شويه عندنا دلوقتي. لا لا احنا عايزين الحكومه برضه معلش من هذا المكان عايزين نسعر الرز، عايزين نعمل سعر للقطن، عايزين نشوف احتياجات الفلاح، عايزين الكيماوي، الاسمده، الحاجات دي. الفلاح ما بيطلعلوش حاجه يا استاذه دينا مع احترامي ليك يعني. انا بتكلم باخلاص والله مش مجامله. الفلاح تعبان شايف مصلحه الارض، بس بيجي في نهايه العام ما بيلاقيش نتيجه ولا بيلاقي اي مقابل. في حاجه اسمها حرث جرار بيحرث في الارض، في اسمده بتيجي بيجيبها كيماوي بيجيبها من الجمعيه بتتباع بره سودة غاليه نار. طب هو هيعمل ايه؟ مثلا يعني هيحرث الارض ولا هيجيب اسمده ولا هيروي الميه ولا والاخر خالص القطن ملوش سعر، الرز ملوش سعر، كل ده دي كلها مشاكل برضه عايزه تتعالج يعني، عايزه يتحدد لها موقف. الفلاح مهضوم حقه. من هذا المنبر انا بطالب الحكومه، الفلاح مهضوم حقه. انا اتمنى ينظروا لها نظره تانية للفلاحين. كل سنه هم طيبين لان كان اسبوع بجد والله العظيم انا مش بقول كلام، دي حقيقه والله. عندنا في البلد في الارياف انا شايف بعيني الميتين والحق مهضوم. فاحنا عايزين نشوف موقف للحكايه دي. يسعروا الرز، يسعروا القطن، يسعروا الحاجات دي كلها، لان ما بيلاقيش في اخر السنه ما بيلاقيش. هو بيشتغل ليه وبيزرع في الارض ليه وبيعمل ليه؟ عشان يلاقي مقابل. ما بيلاقيش، بيطلع على الفاضي. طب وبعدين؟ ينفع؟ لا ما ينفعش، لازم يكون في مقابل. اكيد اكيد. نرجع بقى لموضوعنا، تاثير السوشيال ميديا على حياتنا الاجتماعيه. لو جينا قلنا لحضرتك بقى يا استاذ عادل، نبدا باول حاجه خالص، انا هتكلم مثلا في الجانب السلبي قبل الايجابيات. تأثير السوشيال ميديا على العلاقة الزوجية وتعدد الطلاق، حضرتك من وجهة نظرك كده يعني؟ لا دي لا دي حالة منتشرة جدا. طبعا منتشرة، لأن طبعا السوشيال ميديا بقت يعني أنا عايز أقول برضو إنها مش طغت يعني، هي كل حاجة بقت دلوقتي السوشيال ميديا. وبعدين الناس بيستغلوها استغلال سيء ومش مظبوطة، اللي بيستغلها صح هو ده اللي بيبقى كويس. إنما استغلال سيء ده يعني بيحصل فيه مشاكل من ناحيه الخيانه الزوجيه، الخيانه الزوجيه، الحياه الاسريه عامه بين الاب والام والابناء، تفكك اسري، تفكك اسري، كل ده والله والله يا استاذه دين ده بالنسبه للجانب السلبي يعني، حاجات من هذا القبيل كتير جدا. في كمان تاثيره على الازمه النفسيه والضرر النفسي. ده احنا بنقابله خصوصا موضوع الحسد. طبعا تخيل لما تلاقي صوره او حد بيحط صوره وتلاقيه تاني يوم تعبان او حاجه، او في حاجه اسمها المقارنات. ايوه ده ليه؟ أيوة. ده هي احسن مني، مع انه هو ممكن يكون حاله اقل منه خالص، بس هو مجرد صوره قدامه. انه بيستغل استغلال سيء برضه. يعني احنا عايزين مثلا الناس تستغل السوشيال ميديا دي صح، ما يبقاش كده يعني. ده غير طبعا الشائعات، ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ الشائعات دي خلاها لوحدها على جنب. الشائعات دي خلاها على جنب، ده بتنتشر في اسرع من البرق. الناس المفروض تتحرى الدقه، ده اللي انا عايز اقوله يعني، الناس المفروض تتحرى الدقه قبل اي خبر. اسرع حاجه في الدنيا السوشيال ميديا، في ثانيه بتلاقيها. طب بس الناس المفروض يعني تستنى، ما تتعجلش الامور كده. بيحصل كمان على عمليات نصب كتير جدا، وحالات الاستعطاف من خلال الفيديو. ويعني انا كنت من فتره اتكلمت عن حاجه ترند كان مستعطفانه جدا، واكتشفت حاجه شخصيه حصلت معايا، اكتشفت ان هذا الشخص يعني غير حقيقي، يعني كل ده كان تمثيل. يعني هو حاله من برضو من النصب والاحتيال على المواطنين عشان ايه؟ الاستعطاف. احنا ازاي نفرق ما بين ده كويس ومين وحش؟ يعني انا كان نفسي دلوقتي اتخدع، ما كلنا بنتخدع وبنستعطف. ما هي دي بترجع للاستاذه دينا للانسان نفسه، للبيئه اللي الانسان نشا فيها وتربى فيها وعاش فيها. هتعملي ايه بس؟ ما واحد داخل يتكلم معاكي يعمل موضوع انت عارفه منين اذا كان صادق ولا كذب؟ الفيديو نفسه بيعيط جدا وبيطلع في الاخر ايه؟ ممكن يكون بيكذب، ممكن فعلا يكون نصاب، عايز يوصل لغرض معين ما في نفسيته، شهره، مرض نفسي، شهره، اي حاجه من هذا القبيل. فهي دي بقى حاجات برضو كلها يعني عايزه الدقه والتحري كده.
احنا دلوقتي هل ممكن السوشيال ميديا تخلينا نستغنى عن الجريدة الورقية والتلفزيون والإذاعة؟ في حدود المعقول. لا طبعا ما فيش غنى عن برضه الاذاعه والتلفزيون، دي الاساس. انما السوشيال ميديا سريع، الاخبار سريعه فيه، اسرع من اي حاجه تاني. اصله كله بقى في البيوت، كل واحد في البيت عنده النت مفتوح 24 ساعه، مش عايز اقول لك 48 ساعه في ال 24 ساعه. احسبيها زي ما تحسبي، هتعملي ايه يعني؟ هو دلوقتي اصلا خصوصا مع ازمه كورونا بقى في حاجه اسمها منصه الكترونيه أي. بتعرض دلوقتي مسلسلات على منصه بقى شاهد والحاجات اللي هي اللي طالعه جديده يعني بديله للتلفزيون واليوتيوب، بحيث الاشتراك والناس بقى تستخدم على الانترنت. فهذا العالم ده ممكن يسيطر علينا، هذا العالم الافتراضي طبعا طبعا. فغير بقى ايام زمان. ممكن كلمت حضرتك كده عايزك تكلمني عن زمان وحضرتك وطن، عن ايام السبعينات والثمانينات. لا ده يا ريتها ترجع الايام دي تاني. يعني كلمنا كده نفذة من كل حاجة، الاقتصاد، الجيران، صلة الرحم. صلة الرحم طبعا دي كانت مطلوبة موجودة في السبعينات والثمانينات والتسعينات، النهاردة بتهيألي مفيش خالص يعني. حدت بقى في منها، مفيش زي الأول خالص. يعني أنا مثلا زمان الناس الفلاحين، الناس الجيران لبعضها، الجيران مع بعض، لو واحد عايز أي حاجة، طبق طبيخ أقول لك أكتر من كده حاجة، الأكل كانوا بيودوها لبعض. كان اللبن، اللبن بتاع المواظب المواشي والبهايم يحلو بقى يديها للتاني والتاني يديه للتالت، ويروح ياكلوا في طبق واحد ومع بعضهم. انا ما عادش الكلام ده خالص يا استاذه دينا، ما عادش الكلام ده خالص. كانوا دلوقتي اللبن بيبيعوه يعني، ما هو ما فيش، هتعمل ايه؟ الحياه بقت صعبه شويه، الوضع اختلف عن الاول. كانت الاول الناس على الفطره وطيبه، وكان في احترام وكان في ادب. دلوقتي شفت التقرير بتاع المعلم علي لما بيقول الطالب والمعلم، كان الطالب بيمشي اول ما يشوف المدرس بتاعه يلف يلف من مكان تاني. والله عشان العظيم مكسوف. حصل، والله حصل معانا احتراما واجلالا وادبا له. دلوقتي عادي خالص ولا يعرفه. مش عايز اقول لك، ممكن فيه لهجة التبجيح يبجح. تبجح، في تبجح دلوقتي. فالايام دي غير زمان يا استاذ دينا، ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، الوضع اختلف تماما يعني. هو حضرتك بس يعني تتمنى ايه في يعني في حدود وطن؟ يعني رسالة كده حضرتك تقولها لنا النهارده في الحلقة. أنا عايز الكل يشوف مصالحه. أنا عايز الناس تصبر من خلال البرنامج العظيم ده، والناس المحترمة اللي قائمين على هذا البرنامج. أنا عايز الناس في جمهورية مصر العربية كلها، مش في مكان محدد بقوله بعيني أو كده، عايز الناس تصبر وتستحمل شوية، واي حاجه بتحصل يعني دي في جميع دول العالم، ونساعد بعض. ونساعد بعض، لو انت في ايدك المساعده ساعد غيرك، ونساعد بعض. لان بلدنا للافضل، والله انا طول عمري بقول للافضل، مصر للافضل للافضل للافضل، انا حاسس كده والله، ودي حقيقه. بس هي الناس ما عندهاش صبر. انا عايز اقول بمناسبه المساعده، كان جالنا على الفيسبوك استغاثه من الاب احمد تامر موسى، ابنه طفل محمد، محمد محتاج زراعه نخاع. احنا ممكن نسيب يعني يا شباب رقم التواصل مع الاب، الدكتور اللي كان بيعالجه دكتور علاء الحداد، تقريبا مستشفى المنيا الجامعي. التأمين الصحي هيتكفل 150,000، فالعملية كلها محتاجة 400,000. لو حد ممكن يقدر يعني يتواصل مع الأب مباشرة، ويعني يعني يطمن ويروح المستشفى يشوف التحاليل، وهو بعت لنا مستندات وكل حاجة. بس طبعا يعني كنا عايزين نعمله مداخلة إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله. لو حد منكم حابب يتواصل معاه يا ريت، ونكون احنا فعلا نكون سبب خير ليه بجد، لأن هو 3 شهور بالظبط والطفل هيضيع، يعني هو 3 شهور بالظبط. فاحنا قلنا مش مشكله النهارده ننوه عن الحلقه، لو حد من اهل الخير يقدر يساعد ويتواصل مع الاب، وعشان تطمن برضو ان مفيش حالات نصب او شيء، انت بتروح بنفسك المستشفى وتشوف الحاله بكاملها عشان تطمن، حتى لو مبلغ بسيط، ان انت وديت فلوسك في مكان الصح كده. قبل ما اختم حلقتي يا استاذ يا ست المستشار، استشار عادي لا حضرتك اشرب عادي. احنا النهارده كنا في السوشيال ميديا وتاثيرها على حياتنا الاجتماعيه. تتمنى بقى ايه بجد 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 الايام الجايه؟ مفاجاه حلوه كده، تصحى من النوم تلاقي السوشيال ميديا مكسر الدنيا عنك او عن حد من قرايبك، او سواء حاجه شخصيه او حاجه عامه.
ايه الامنيه اللي نفسك تشوفها؟ نفسي اشوف الناس كلها كويسه مع بعض. شوف انا بقول ايه، اي حاجه في الدنيا مش عايزها، انا عايز الناس كلها تبقى كويسه، ده اللي بتمناه من ربنا. بس دي هتعملها ازاي؟ هتجيبها ازاي؟ عايز الناس كلها تبقى في تقدم، في حضاره، في رقي، كله يستحمل بعضه، كله يصبر، والناس تشوف مصالحها، ما يسمعوش لاغراض. على فكره يا استاذه دينا، برضو البلد بتاعتنا دلوقتي بتمر بحاجات غريبه يعني، وفي ناس دخيله كتير، بس الشباب، في شباب ممكن يكون، مش عايز اقول مغيب شويه، بس نفسي ما يستعجلوش الامور، في شباب يصبروا. معارض، مجرد ان هو معارض، الله ينور عليك. هو عايز يمشي في دماغه وخلاص. انا عايز الناس تصبر، بس تصبر وتشوف الوضع ده. في ناس بتزن كتير في ودان الناس وعامله شغل، بمعنى اصح بيقول لك غسيل مخ، ده غلط. البلد ماشيه على طريق المستقيم، بلدنا ماشيه على الطريق السليم والصحيح بإذن الله، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بتبشر له خير. الرئيس ده ما جاش زيه إن شاء الله، بإخلاص والله، كلنا بنحبه وأنا بحبه. والله العظيم. أنا بشكركم جدا، حلقتنا كانت خفيفة عليكم، ونتمنى تكون دايما خفيفة عليكم. كنت معاكم دينا السعيد من برنامج حدوتة وطن، أشوفكم على خير الأسبوع الجاي. أشكركم.